اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصناره. هعمل النهارده صينيه سمك باغه بالزبده في الفرن، وهعمل معاها رز بالكمون. نشوف الطريقه والمكونات، يلا بينا. صينيه سمك باغه، نقول على المكونات الاول وبعدين نشرح موضوع السمك الباغه ده ايه. المكونات: بقدونس، بصل، شطه، ثوم، سمكتين حوالي نص كيلو، ثوم، كمون، ليمون، وزبده. نشغل الفرن عشان هنستعمل الفرن، بس اهم حاجه بقى ايه، نجيب بوله كبيره كده عشان نعمل الخلطه، وهجيب كمان الصينيه اللي داخل الفرن. هاخد البصل ده اقطعه حلقات، عايز اعمل تتبيله، وعايز اعمل يعني زي مكان السمك يتحط عليه في الصينيه علشان ما يلزقش، وعشان ينزل من السمك العصاره والتتبيله اللي فيه فيبقى طعمه حلو. فلو عملنا ايه، حطينا واحده كده يبقى احنا كده عرفنا ايه. تشيل دي بس، مش مهم، دي كويسه. ادي كده السمكتين هيتحطوا هنا، ويتحط عليهم برضو شرايح ليمون بس تحت مش فوق. نحاول نقطع 6 شرايح ليمون كمان. 3 4 5 6، نحط الليمون كده. ودول هنا عشان ما يبقاش رمينا حاجه خالص. هاخد بقى التتبيله كلها: كمون، شطه حسب الرغبه، يعني معلقه صغيره، وهاخد معلقه الثوم. فصين الثوم دول ممكن يتحطوا كده جنبيهم، هيبقى مشوي فممكن يتاكل، لو اتهرس بالشوكه بيبقى خطير. وشويه من الكزبره، كزبرة، شوية من البقدونس، مش كزبرة، ده بقدونس. ونقول مثلا 3 معالق 4 معالق زيت. هاخد معلقة صغيرة ملح، فلفل اسود. انا حطيت شطة وحطيت كمون، يعني ممكن ما نستحملش فلفل اسود كتير، يعني حبة صغيرين بطرف المعلقة. وهاخد ربع كوباية مية. ادي كده التتبيله جاهزه. خلي بال حضراتكم ما نزودش ميه قوي، لان السمك هينزل ميه، والبصل والليمون هينزلوا برده ميه، فبلاش نزود الايه الميه قوي. السمك الباغه بقى، ما قلتش لحضراتكم، السمك الباغه ده نقدر نقول انه يمشي من فصيله السردين، بس هو حجمه اكبر شويه وماسك نفسه اكتر شويه، يعني لحمته اجمد شويه. هاخد السمكه، هفتح بس فتحات صغيره خالص، من كل ناحية، يدوب حتة صغيرة كده بس ما نوصلش حتى للعظم. ونقلب كده، مهم بس اتأكد انها اتفتحت. ايوه كده، واخد بقى السمك، مجرد ما حملاه من جوه، ونحاول ندخل التتبيلة كده جوه الراس واحطها هنا. اللي هيفضل من التتبيله هيتحط على السمك من فوق مع الزبده ويدخل الفرن. نحط كده ونملى كويس. وهاخد بقيه التتبيله كده، الف البوله كويس عشان ننزل كل اللي فيها، وايه على السمكه من هنا. طبعا ما دام هنستعمل الفرن يبقى الفرن والع جاهز من الاول على اعلى درجه، وبعد كده ننزل درجه الحراره زي ما احنا عاوزين. نتكلم في 180 200 درجه حراره لمده ربع ساعه مش اكتر. حط الزبده بقى زي ما حضراتكم تحبوا، انا حطيت زيت بس الزبده هتدي طعم، بس عايز اخليها تبقى ايه وهي داخله الفرن تبقى ثابته على السمك كده، عشان لما الزبده دي تدوب تنزل على السمك. وادي الثانيه، وتدخل الفرن زي ما قلت لحضراتكم 180 200 لمده ربع ساعه مش اكتر من كده. طلعها بعد ربع ساعه نبص عليها، لقيناها تمام بالهنا والشفا، لسه ما استوتش، نرجعها تاني 5 دقائق واحنا قافلين الفرن. حتى تطلع بالشكل ده. هناخد بقى الايه، يعني لو قدرنا، يبقى اول طبق سمك باغه
في الفرن بالزبده والثوم والبصل. هطلع فاصل وارجع اعمل لحضراتكم رز بالكمون، خليكم معايا بعد الفاصل. اول طبق كان سمك باغه صينيه، هعمل دلوقتي رز بالكمون. المكونات: رز بسمتي مسلوق، كزبره فريش، كمون، ثوم، مرقه خضار، وصلصه طماطم جاهزه. صلصه طماطم يعني صوص طماطم، مش صلصه طماطم، مش يعني مش صلصه، صوص طماطم. زيت، بصل وثوم وطماطم وميه وملح وفلفل، بيتظبط الصوص. هحط الاول معلقتين زيت، وهحط معلقه من الثوم، شويه كمان، وهحط معاها مرقه. ما دام احط مرقه نفتكر يبقى مش محتاجين نحط ملح كده. انا خلاص يعني لو عايزين نزود ممكن، بس هي خلاص كده مش هتبقى محتاجه. يسخن الزيت، مجرد ما الزيت يبتدي يسخن واشم ريحه الثوم ابتدي الخطوه اللي بعد كده. هو انا كنت موطي النار الظاهر، فايه واخد شويه وقت، بس دايما ما نبتديش نحط اي مكونات تانية غير لما نشم ريحه الثوم علشان يبقى ايه ابتدى يطرى، والا كده هناكل ثوم ني. هي خلاص هي ابتدت تسخن اهي. بياخد وقت قد ايه على النار؟ يمكن مفيش 10 ثواني 15 ثانيه والريحه بتبتدي تطلع. اول لما يبتدي سيزلنج يبتدي يطلع دخان ريحه ثوم، يعني نقول دلوقتي. طبعا انا مش شامم حاجه خالص من الهواء، بس تمام. وهاخد صلصه الطماطم، واحتمال ازود شويه من الميه، بس هشوف دلوقتي لو محتاج ميه هزود، يعني غالبا هحتاج حاجه بسيطه قوي. نسبك كده. اهم حاجه بس نفتكر الكمون يتحط في الاواخر خالص، عشان الكمون لما بيتحط على نار كتير بيبتدي ايه طعمه يمرر، ويبقى طعمه كده مش، ويعمل بيعمل ريحه مش كويسه. وبعدين الرز والخضره، نحط نص الكميه. ايوه يعني ما اعتقدش احتاج ميه قوي. لا هاخد ميه لان الصلصه او الصوص الطماطم ماسك شويه، بس برضو حاجه بسيطه خالص، يعني بنتكلم في معلقتين ميه مش اكتر من كده. واقلب، اتاكد ان كل الطماطم وصلت للرز. هو الرز مستوي والصلصه مستويه او الصوص الطماطم مستوي، كل اللي احنا محتاجينه بس نمزج كل المكونات مع بعض. وبعدين احط معلقه من الكمون كبيره، واقلب كويس مظبوط كده. بس كده كويس قوي. هزود شويه تاني من الخضره، قبل ما احطها في الطبق بقى اقلب الخضره كويس عليها. واحدة واحدة، ريحتها خطيرة مع صلصة الطماطم والكمون. حاول بقى اعدلها شوية في الطبق كده. حط لها بقى شوية حاجات تزوقها كده. رز بالكمون. يبقى اول طبق كان صينيه سمك باغه، تاني طبق رز بالكمون وصلصه الطماطم. الف هنا، واشوفك في حلقه جديده. باي.